جزء من التوانسه الحقيقه. هذا اللي لا ال 200 دينار لا ال 400 اللي تنجموا تفضوا الاشكاليه نتاعو. ازمه الكورونا مع سيدي رمضان جاي الصيف الانتهاء السنه الدراسيه وهي جايه رونتري سكولير. ما نعرفش نحبوا ناخذوا كلمه على تونس المنسيه هذه. تونس اللي لليوم ما لقاو لهمش حل الناس هذوما مع الازمه هذه. يظهر لي وجيعتهم باش تزيد تكبر. كيف تتابعون هذا وشو نقترحوا ممكن على الدولة باش نحاولوا نلقاو حاجة أخرى؟ هو راهو سي أمين اليوم الطبقة الوسطى بصفة عامة قاعدة تتأكل، وهي الطبقة الوسطى هي الطبقة اللي تستهلك في المجتمعات، وهذا الخطورة اللي قاعدة تعيش فيها تونس. وذاك علاش العجلة نتاع الاقتصاد واقفة. زيد الناس هذيا اللي هي معناها تسمى مش طبقة وسطى، تحت الطبقة الوسطى الناس اللي هي بالفعل عندها معناها كيفاش نقولوا عجز على مستوى مدخول العائلة نتاعها، وعندها نسبة نتاع بطالة مرتفعة داخل عائلاتها. وفي معناها اليوم بالفعل يلزم المنوال الاقتصادي يتغير في تونس، يلزم الناس تفكر بشكل اخر، يلزم تجي ناس اللي تخمم في الناس هذوما وتلقى لهم حلول. نعرف هو راهو شوف الازمه هذه راهي صعيبه وما تنجمش الدول، هو اعطى الدول اليوم محايره وتعيش في مشاكل وتتخبط وتاخذ في قرارات منا وقرارات من غادي. لكن نحن شنو نتحال حاجه نطالبوا بها؟ نطالبوا انه تكون فما استراتيجيه على الاقل الدول الاخرى حتى كي تغلط، تغلط وهي خارجه من استراتيجيه اخطاء اجرائيه، لكن في نهايه الامر تقول لك انا عندي شو اسمها بريطانيا ملوك قتلك معناها هذيك حصانه القطيع والى اخره، كانت فما استراتيجيه من بعد فقوا بروحهم غالطين بدلوا، الناس تلوم فيهم والى اخره، لكن في نهايه الامر فما ما نجموش نقعدوا نمشيو هكا، ما نجموش نخموا. وانا نرجع الكلمه اللي قالها في يوم من الايام وزير التعاون الدولي والاستثمار كي قال راهي تونس كي حنطلع عطار كل نهار ونهار. هذا هنا شفنا احنا وين وصلنا، عقليه الحانوت هنا شفنا روحنا اليوم وين وصلنا بالضبط. اليوم ان الاوان نخموا في الناس هذه ونخموا في الناس اللي هي في اليوم انت كتشوف الثانيه في الترتيب في معناها عدد المرضى بالكورونا اللي هي ولايه قبلي، وتحيتي للاهالي قبلي الكل فهمتني، واللي هي معناها ونعرف الناس غادي تعيش ونعرف الظروف تاع معناها الصحه غادي كيفاش ونعرف البنيه التحتيه كيفاش ومدنيين وتطاوين وقفصه وغيره. يعني اليوم لابد بالحق اذا كان الازمه هذه ما خلتش التوانسه يفكروا بشكل جديد في نمط اقتصاد جديد، في نمط رؤيه لبعضنا جديده، رؤيه لتوزيع الثروه ما بينات بعضنا كيفاش فهمتني، راهو ماناش نستفادوا منها. راهو كل الازمات راهو كل الازمات حتى الازمات هذه اللي هي مصائب معناها راهو تنجم تحقق منها نقاط ايجابيه لو انك تعرف مليح تبني الغدوه. باهي باش يجيك مدام يظهر لي الطبقه الهشه اللي هي بطبيعتها تعاني، زادت عليها ازمه الكورونا. في المقابل زاد قاعدين نراو زاد انه طبقه اخرى اللي يحكي عليها سي وليد الطبقه الوسطى اللي يظهر لي ستلتحق بالفئه هذه. الكلنا تقريبا في كل القطاعات خاصه اللي يحكوا في القطاع الخاص. تاخذ ما عندك تعليق واللي انتم بطبيعه الحال في الحركه الاقتصاديه موجودين ويظهر لي جزء كبير منكم في مهددين اللي مهدد مع انه باش ينحدر الى هذه الطبقه لا قدر الله. لا قدر الله اكزاكتومون، على خاطر اذا كان باش دولتنا مش باش تقف معنا ومش باش تشد اكتاف المؤسسات هذه الصغرى اللي كل مؤسسه هزة على الاقل وحدها 20 و 30 عائله. احنا نشوف من الاطار اللي انا فيه 50 الف موطن شغل مهدد بالانقراض، معناتها 50 الف عائله اخرى مهدده بالفقر واصحاب شهائد عليا مهدين بالفقر اللي احنا خدمناهم، باش تلقاهم كيف كيف شادين التروتوار وباش تعاو يعرضك يقول لك كنت نهار من الايامات نخدم على روحي ولاباس عليا، جات الكورونا وقفونا على الخدمه ورصدت لنا اللوجو على الكرني الابيض. تفضل سي معز. من خلال تقارير منظمة الأمم المتحدة تنبأت بأن أزمة كورونا ستتسبب في ثورات جياع. الأخبار التي تأتينا من لبنان منذ يومين تؤكد هذا التوجه، ومش كان في البلدان العربية، في جميع بلدان العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في بعض المدن تم نهب وسلب بعض المحال التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في إيطاليا. انتبهوا من ثورة الجياع التي تحدثت أنت عليها منذ حين. حين يطالب رئيس الحكومة والطبقة السياسية المترفهة، حين يطالب من الشعب التونسي أن يضحي، معناها يطلب منك انت تضحي وانا والسيد هذا وغيره، يضحي والطبقه السياسيه بماذا ضحت؟ لم تضحي باي شيء، ما نراه الان دسائس مكائد اقتطاع الغنائم، هذا يجبد ليه الاخر يجبد ليه، ولا يوجد اي تخطيط استراتيجي للمستقبل. نزيدك اكثر من هذا، لا يوجد اي، ما هو القطاع الصحي تم تعريه ما يعانيه من ازمات، وبعد الازمه مباشره وتذكر انا قاعدين في بلاتو هذا لن يتغير شيء. هذه الحكومه هاو كانت تشكي الان من القطاع الخاص في قطاع في احد القطاعات، يعني كل من يشتغل معه
مش يخرج على عطاله، مش يقعد يتخلص مش تخلص. شو ماش تكنيك الدوله؟ شنو الاجراءات التي قدمتها؟ لم تقدم شيء. ولجميع القطاعات، التجار الان اصحاب المقاهي اللي سكروا، والتجار انت قلتوا سكر مده 60 يوم، ماذا قدمت له الدوله؟ وعود، وعود فقط. ها مش نعطيك 200 دينار اللي هي ما تسويش حتى 70 60 يورو، ولا تقيم اود عائله. بقيت اللي كنا نحكيوا عليهم القطاع الخاص غير المهيكل، ما نحكيش على المهربين. الحياة بعمرها ما كانت اليوم مقرونة وزيت. فمن يرتزق في شهر رمضان، أنت قلت له شد دارك وتعمل له خطية وتفك له البضاعة نتاعه، مين مش يرتزق؟ والبانيه، البانيه في حد ذاته واللي هو البانيه بين فارينة وسميدة وزيت، ما عادش ما عادش هذاك البانيه نتاع تونس. لا حتى مش قضية، شوف المواد الأساسية في الأزمات النجوى، لكن أنت عجزت حتى عن توزيع الفتات للشعب التونسي. حين يتحدث منذ حين سيسير بقرة ولا توجد قوائم، هذا يؤكد لأننا نعيش في دولة تحولت دولة مافيا صديقي وإلى دولة فاسدة. واضح. تفضل سيدي. من الناحية الاقتصادية هي كل شيء يروج بالاقتصاد. صارت لنا اللطخة الأولى من الناحية الاقتصادية المحضة، صارت لنا اللطخة الأولى 2011، وكل الأحزاب السياسية وكل اللي متعاطين في الشأن السياسي قالوا راهو منوال التنمية متاع بن علي أثبت فشله. كل الأحزاب بدون استثناء، أعطيني حزب قالش الكلام هذا دون استثناء، لكن على أرض الواقع هذه توا نعاني من 2011 لليوم. هاجتنا أزمة كورونا ونعتبرها اللطخة الثانية اللي هي أكبر من اللطخة الأولى، راي أكبر، راي أزمة كورونا اللطخة متاعها غير مسبوقة، زلزال. اللطخة هذه الثانية اللي منوال التنمية إذا قعد هو بيده بالآليات والوضعية الجديدة مع دولة ما عندهاش الإمكانيات، أرانا داخلين في حيط ما ثماش ثم إحساس بالإحباط، إحساس بالألم، إحساس بالمرارة. كان يدخلونا الشعب التونسي ويحطونا في مساحة ويجيبونا أخصائيين ويخرجونا كل مرضى، كلنا ضربنا ستريس، كلنا ضربنا القلق، كلنا ضربنا الخوف، ضربنا الخوف. الخوف هو القاسم، خوف من المجهول. أريد أتذكر ونحب جيست بين الظفرين، تذكر وقت الأزمة تاع العراق، وقت نحكي على نهاية النفق والإحساس المرير العميق العام على شي جي هاتو يتحل نهاية النفق ونهاية أحنا توا في عمق النفق. أنا شخصيا مراش حتى أفاق، وخاصة الدولة توا ما هيش مستعدة باش تطرح المواضيع الحقيقية. ذاك جات عندها إرادة للتغيير، راهو توا في البلاتوات وفي الأماكن الكل، ورئيس الحكومة وكل الوزراء متجلدين على البحث على البدائل مع إرادة حقيقية. إرادة ما هيش موجودة. هم متجلدين يتعاركوا ببعضهم بين بعضهم. يعني هذه نقطة أخرى فقط لو سمحت. ونكملوا لأنه وفي الوقت البرنامج. خاطر شفت أنا الفي تي آر حبيت نتفاعل مع نقطة فقط. الحرية وما أدراك ما الحرية. أي شخص يفقد جزء بسيط جدا من الحرية بتاعه يفقد التوازن بتاعه. صحيح. ما بالك الكورونا فرضت علينا هذا الحجر. وأنا نتألم برشا، لك العائلات راهو 2 مليون تحت عتبة الفقر، راهو نحن توانسة ونعرفوا بعضنا، أغلب العائلات تلقاه يسكن في بيت واحد، وهما تلقاه خمسة وستة من الناس وتقول له أعمل حجر صحي، ما تخرجش من الصباح حتى العشية، وريني كيفاش وريني. واضح. صعبة، عملية صعبة. شكرا شكرا. وربي إن شاء الله إن شاء الله ربي يستر بلادنا، وهذا فضاء نحاولوا نتقاسموا معاكم الافكار نتاعنا باش نحاولوا زاده نعبروا على ما تخموا فيه انتوما توانسه، اقترحوا علينا المواضيع اللي تحبوا تحكيوا فيها. شكرا سي وليد لوجيني، بارك الله فيك، نجم المجتمع المدني. اذا عندك كلمه ونختم 10 ثواني. الكلمه الوحيده اللي نقولها، انا متاكد انه كورونا مش نتجاوزوها، وان شاء الله ربي بخف الاضرار ان شاء الله صحيا، لكن تونس هذيا مانيش قاعد نشوف في امل ان شاء الله. كون متفائل شويه. باخي شو تفائل؟ عنده تفائل سي معز ولا لا؟ ولا لا، نحن يجب ان نتفائل بالاليات، لكن الواقع شيء والاحلام شيء اخر. اليوم قلبه معبي، قلبه معبي. بعدين سي وليد، مدام بربي فضلك اشوف المدام، تفضل. انا باغ كونتخ متفائله. هي صال به الدولة لم تتنى برشا فلوس، 6000 مليار موجودين مع ربح البترول، مع لازم تقف على مؤسساتها، سي ان اس اسها، لامبو، اللوي، خلاص المؤسسات، نرجعوا نقفوا بعد الكورونا، اي اون غوديما. هاي سيدي الامل موجود. انت وسي معز في اخر الامل موجود. مع بعضكم في نفس الفكر. بالعكس بالتفكير. غوديما غير. لكن الدولة تقف. انا شخصيا متفائل الا في حالة واحدة فقط. اي. وقت الكفة نتاع الوطنيين. هذه البلاد تعج بالوطنيين، لكن للاسف الشديد شوف
وقع طمسهم وقمعهم. شفنا علاش مانيش متفائل؟ انا لا لا انا لما لما توا نحن مازال موجودين يا سي وليد، يعطيهم الفرصه. اسمع مازال موجودين. الكفه الكفه راهي توا الكفه عند الفساد هي طالعه. صحيح. كفه الاخيار هابطه لما تنقلب الموازين وتكفد الاخيار تطلع تقلب وضع البلاد. شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا بارك الله فيك سي فيصل العباسي رئيس الغرفه الوطنيه للتجار في المواد المدرسيه والمكتبيه. بارك الله فيك على حضورك معنا. سي وليد لوجيني بارك الله فيك، انت زاده ناشط في المجتمع المدني. لوفاء حمدي نائب رئيس الغرفه الوطنيه للتعليم الخاص لجيكا بارك الله فيك على حضورك معنا. سي معز الحاج منصور الناشط السياسي مرحبا بك زاده بارك الله فيك. سهره طيبه لكم انتوما ان شاء الله ونسوكم من خلال هذا البرنامج الأربعاء والجمعة من 10 لنصف الليل. اخترنا تكملوا المسلسلات في الوقت الممكن نقبل 10 ونحاول نشارككم من خلال هذا البرنامج الحواري. هذه نسخة الأولى، فما بعض ممكن شوية أخطاء اعذرونا شويه لانه مازلنا كيف رجعنا باش نديماريو باذن الله. اعطيونا دعمكم بطبيعه الحال، وهذا اللي يهمنا في الفتره دي، وانه مع بعضنا ان شاء الله غدوه خير باذن الله. تحيه كل الفريق التقني اللي يمن لنا الحال البث المباشر بطبيعه الحال في الظرف الصغير في الوقت الصغير هذا. نحب نقدم لهم تحيه من القلب وكل الفريق زاد لاعداد هذا البرنامج. نتلقاه ان شاء الله في سهره الجمعه القادم. دمتم في امان الله.